مسابقات باتحاد الكرة استقرت على إنهاء بطولة الدوري الممتاز في آخر 10 أيام من شهر أغسطس بسبب ضغط المباريات ومسؤولي اتحاد الكرة. طبعاً فيش مصية في السنة يا لسه لغاية أغسطس. واتحاد الكرة برروا الأمر ده بأن من المستحيل إنهاء الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا اللي حتتلعب في الفترة من 15 يونيو ل 13 يوليو. خلي بالك الدوري الجديد هيبدأ في 9، يعني عادي جدا. هذا كله اللعيبه هيفضلوا يلعبوا كره طول الوقت. عارف انا يعني هي المسابقات عندنا مفاجاه. يعني احنا متفاجئين بالدوري سمبرايز. المصري. انا عايز حسن ابو زاهر عبد الفتاح حبيبي.